السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله مستمعين ومتابعين في أمريكا وفي العالم العربي والإسلامي، أهلا وسهلا بكم وتقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير. نطل عليكم اليوم بحلقة جديدة من أحاديث نبوية رمضانية، واليوم نتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. هذا حديث عظيم جمع القرآن والصيام، جمع القرآن والصيام، وهذا يدل على عظمة القرآن والصيام. الأعمال الصالحة تنفع صاحبها عند الله عز وجل، وذلك بفضل الله ورحمته، ومن هذه الأعمال الصالحة الصيام وقراءة القرآن. أن القرآن والصيام يشفعان شفاعة حقيقية للعبد، أنهم يقفان أمام الله عز وجل بين يدي الله عز وجل فيقول: يا رب اشفع لهذا العبد، فأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فيشفعان له شفاعة حقيقية. أن الصائم يمتنع في النهار عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فمقابل هذا الامتناع فأنه لا بد أن يكون له جائزة، وهو الشفاعة يوم القيامة. وأيضا جمع الحديث النبوي الشريف بين عبادتين عظيمتين: الصيام والقرآن. أيضا هناك جمال في أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الإشارة إلى شهر رمضان الذي تجتمع فيه الصوم والقرآن. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، وهذا دليل عظيم. فيقول ففي هذا الحديث فيه بيان عظيم لأهمية قراءة القرآن وأهمية الصيام في نهاره. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم الأجر من الصوم؟ لا يعلم به إلا الله عز وجل. وأيضا هناك للصوم فوائد معجلة في الدنيا، كالفرح عند الإفطار، وأيضا معجلة وهي تكون الشفاعة يوم القيامة. وأيضا القرآن له بركات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة كشفاعة لصاحبه. بارك الله لي ولكم بصيام شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.